السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي الاعزاء، في الحصه ديال اليوم غادي نديرو فرض اول ديال الدوره الاولى في ماده اللغه الفرنسيه الخاص بمستوى الخامس ابتدائي. اذا غنبداو على بركه الله بقراءه النص. اذا النص بعنوان طاهر بن جلوم، اذا لان دي غران انتيليكتويل دو ماروك، يعني احد ابرز المثقفين او احد اكبر المثقفين المغاربة، يعني من بين أكبر المثقفين المغاربة. طاهر بن جلون بوسيد لوي أوسي اون دوبل ناسيوناليتي فرانكو ماروكان، يعني هاد الشخصية اللي غنهضرو عليها سميتها طاهر بن جلون، اللي عنده واحد الجنسية مزدوجة، يعني الجنسية ديالو مغربي فرنسي، نصو مغربي وفرنسي، يعني مزدوجة، عنده جنسية مغربية فرنسية. إليني أو 1947 أ فاز، يعني تزاد في 1947 بمدينة فاس، لون دي بلو بيل سيتي دو باي، يعني أحد المناطق الرائعة الجميلة بالمغرب بالبلاد ديالنا. طاهر بن جلون سو ديستان كوم إكريفان، يعني يصنف ككاتب، غومبوغتون نوطامون لو بري غونكور، يعني حاصل على جائزة غونكور بور سون رومون، يعني من أجل الرواية ديالو لا نوي ساكري، يعني الليلة المقدسة، اون يعني هاد الرواية او هاد الجائزة حصل عليها سنة 1987، يعني اون 1987. طاهر بن جلوم اي كوني بور سي زوفراج كوم بور سي انترفونسيون دون لا بريس، يعني طاهر بن جلوم عرف بمؤلفاته كما عرف ايضا بمداخلاته في الصحافة والاعلام. اذا هاد التكست مأخوذ من لي دي بلو غران بيرسوناليتي دو ماروك، يعني من بين 10 شخصيات المهمة أو الكبيرة في المغرب. غندوزو باش نجاوبو على الأسئلة من بعد ما فهمنا التكست. كيلي لو تيتخ دو سو تكست، إذا لو تيتخ هو العنوان، دائما كيتكتب لينا أون غرا، إذا هنا غنكتبو طاهر بن جلون، طاهر بن جلون، إذا هذا هو العنوان. دو يتيغي سو تكست، من اين اخذ؟ اذا لي دي بلو غران بيرسوناليتي دو ماروك، اذا غنديرو حنا الجواب تام، غنديرو سو تكست يتيغي، سو تكست اي تيغي دو بوان لي ديس بلو غراند personnalité du Maroc. إذن هادي هي اللي مسطرين عليها هنا، هذا هو من أين أخذ. كيلي لا دات دو نيسونس دو طاهر بن جلون، يعني تاريخ الإزدياد ديالو، إذن لا دات دو نيسونس دو طاهر بن جلون اي، او غنديرو اليني لو 1947، غنديرو اليني لو مثلا، او لا نديرو اليني اون 1947. كيلي لاج دو طاهر بن جلون؟ كوش افيك اون كخوا لا بون ريبونس، يعني هنا السنة ديالو، بما ان هاد الامتحان وضع مثلا في سنوات قديمة، يعني سنتين دابا باش داز، اذا خصنا نحسبو سنة، حنا دابا في 2023، يعني هاد الامتحان مثلا الا دوزناه في 2023 غادي ناخدو مثلا غنشدو 2023 غنقصو منها السنة ديال الازدياد ديالو، يعني غنديرو 2023 ناقص 1947، إذا 13 ناقص 7 تبقى 6، 12 ناقص 5 تبقى 7، 10 تبقى 0، صفر. إذا الزيادة ديالو 46، هما دايرين ناحية الإمتحان داز قديم، إذا هنا غنديرو 76. كيلي لو ليو دو نيسونس دو طاهر بن جلون، يعني مكان الازدياد، واش مراكش، فاس، ولا طنجي؟ غنديرو علامه في الخانه الصحيحه، اذا اليني ا فاز. كيلي لا ناسيوناليتي دو طاهر بن جلون، اذا سا ناسيوناليتي، ولا غنديرو الى اون دوبل ناسيوناليتي،
إلى une double nationalité franco-عارضة marocaine franco-marocaine. Réponds par vrai ou faux. طاهر بن جلون est un sportif رياضي. Then faux. ما قالوش نبي أنه رياضي. طاهر بن جلون est un écrivain vrai يعني كاتب أو أديب. طاهر بن جلون est un menuisier نجار. Faux. ثم غنمرو مباشرة للصفحة الثانية والتذكير. هاد الامتحان غتلقاوه في صندوق الوصف. بحال هكا اللي بغي يدرب على الامتحانات يعني باغي يراجع فيهم مثلا في هاد العطلة ولا هذا، راه يتيريهم ويحاول يخدمهم بوحدو عاد يرجع للفيديو باش يصحح. كومبليت لي فراز افيك ايير اون سو مومون دومان. هنا عطاونا دي زانديكاتور دو طون، وكل انديكاتور كيعني شي حاجة. عندنا ايير كتعني الماضي الامس، اون سو مومون الحاضر لو بريزون، و دومان كتعني الفيتور المستقبل. اذا عطاوني هنا الفيربات وعطاوني جمل فيهم فيربات، هاد الفيربات مصرفين على حساب لو طون. اذا انا خصني نكون على الاقل ضابط البريزون والفيتور والباسي باش نعرف ان انديكاتور اللي غندير. بحال دابا مثلا عندي الجمله الاولى مون بير فواياجورا، اذا فواياجورا كتجي ار ا كتجي في الفيتور، اذا الفيتور هو المستقبل يعني غندير هنا دومان. دومان دومان مون بير فواياجورا ا باري. مامون ابليش لي كاروت. مامون ابليش، هاد ابليش مصرفه في البريزون اذا فيها او، اذا كتعني اون سو مومون. اون سو مومون مامون ابليش لي كاروت. جي بيان دورمي، اذا هنا الفيرب مصرف في الباسي كومبوزي يعني في الماضي. جي دورمي، اذا هنا غادي نديرو ايير. ريليف دون شاك فراز لو غروب نومينال سوجي اي لو غروب فيربال. عندي هنا لي فراز، هنا خصني نجبد منهم لو غروب نومينال سوجي وهنا لو غروب فيربال. اذا كيف ما كنعرفوا ان لو غروب نومينال سوجي هو اللي كيكون فيه لو سوجي يعني الفاعل، ولو غروب فيربال من الفيرب وداكشي اللي كيجي موراه. الجمله الاولى جي روسي اون ليتر، اذا جي روسي اون ليتر، اذا شكون اللي تسلم رساله؟ انا. جي، اذا سوجي هو جو، والفيرب الغروب فيربال من اي روسي لو فيرب افوار او البارتيسيب اي reçu une lettre. هادو كلهم غروب فيربال. il regarde un film. qui regarde un film؟ il هو، اذا الغروب نومينال سوجي il، اذا الغروب فيربال regarde un film. Ali dort tranquillement. qui dort tranquillement؟ c'est Ali، اذا هو لو سوجي Ali. وهنا الفيرب dort tranquillement. tranquillement. nous aimons prendre le train. إذن qui aime prendre le train؟ c'est nous. إذن nous هو sujet aimons prendre le train. la maman de Yasmine prépare un beau gâteau. qui prépare un beau gâteau؟ c'est la maman de Yasmine. إذن هو le sujet la maman de Yasmine. de la maman de Yasmine هي سوجي. اشنو كدير؟ prépare هو الغروب فيربال. prépare un beau gâteau. de la maman de Yasmine prépare un beau gâteau. la maman de Yasmine يعني ام ياسمين هي التي تحضر un délicieux او un beau gâteau. دابا غندوزو لا conjugaison. conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Et maintenant, on s'arrête les verbes au présent de l'indicatif. Et maintenant, le verbe copier. Et donc, c'est un verbe du premier groupe. Et dans un petit bout, on dit je copie un texte. Et donc, on hide le R et on prend le E. Il visite, elle visite. Premier groupe, on dit E à la fin. Il visite la ville d'Agadir. Elle, le verbe poser. Il pose une question. Grandir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il grandissent. 2 S, E, N,
تي لانها مع ايل ديال بلوريال و فو فو شوازيغ لو فيرب شوازيغ اذا غنديرو فو شوازيسي شوازيسي تاع ديال الدوزيام غروب شوازي سي لو بون شوا فو شوازيسي كيردوا البال مع هاد الاس ديال الفيرب راه كاين اللي كيحيدها وكيدير لو فو شوازي كيحيد هادي وكيسحب راسو راه لان شت لام دار كيحيدوا هاد الاس شوازي عاد سي الاس بعد ديال الفيرب عاد نديرو دوز اس اذا عندنا قلنا كوبي فيزيت فيزيت هادي راه ماشي نقطه هادي راه ماشي نقطه هنا ندير عادي السيلو هنا ما كايناش فيزيت على فان او و بوزي على فان او هنايا غونديس دوز اس او ان تي و فو شوازيسي دوز اس او زد اكري لي فيرب اونتر بارونتيز او باسي كومبوزي اذا ملي كنهضروا على الباسي كومبوزي راه اوتوماتيكمون كنهضروا على لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار ضروري منهم الا ما كانش راه ما كيتسماش ان طون كومبوزي علاش سميناه كومبوزي لانه كيتكون من لوكسيليير سوا اتر ولا افوار بلس لو بارتيسيپ باسي اذا هنا عندي نو وعندي لو فيرب دوموندي هذا سيت ان فيرب دو برومي غروب والقاعده ديال البرومي غروب كنحيدوا الار ونديروا او اكسون وهنا خصنا نشوفوا هاد الفيرب واش غيتصرفنا مع الاتر ولا مع الافوار اللي باقي عنده اشكاليه دخل لجوجل يقلب على لا ميزون ديال لو فيرب اتر وراه غادي يفهم الدرس مزيان اذا عندنا نو غنديروا دوموندي كيتصرف مع افوار اذا غنقولوا نو زافون و دوموندي الparticipe ديالو كنحيدو الار ونديرو الاو اكسون عندنا جو هاد لو فيرب ريستي تا هو ديال برومي غروب يعني غنحيد الار وندير الاو اكسون بقى لي معاش غنصرفوش مع اتر ولا مع افوار اذا ريستي كتصرف مع لوكسيليير اتر اذا غنقول جو سوي ريستي غندير الاو اكسون ندير اونتر بارونتيز او هنا كيتاكوردا لان مصرف مع لوكسيليير اتر اذا جو تقدر تكون فيمينه وتقدر تكون ماسكولين يعني هنا غندير اونتر بارونتيز او بالنسبه الى كانت فيمينه اذا جو سوي ريستي ا لا ميزون الجمله الثانيه ال افيك اس هنا في البلوريال و لو فيرب راكونتي اذا سي ان فيرب دو برومي غروب غنحيد الار وتبقى الاو اكسون ولكن هذا معاش كيتصرف كيتصرف مع لوكسيليير افوار اذا غنقولوا ايل زون راكونتي هنا ما كيتاكورداش واخا يكون بلوريال ما كنزيدوش الاس لانه مصرف مع الافوار تي وعندي لو فيرب فينير اذا دوزيام غروب كنحيدو الار وتبقى الاي وفينير كيتصرف مع الافوار اذا غنقولو تيا فيني تي دوفوار ترو فيت وعندي ايل وعندي لو فيرب غروسير ديال دوزيام غروب كنحيدو الار وتبقى الاي وهنا غادي نصرفو مع الافوار اذا غنقولو ايلزون غروسي ايلزون غروسي غنمروا مباشره للصفحه المواليه عندنا لورتوغراف جو كومبليت لي مو بار لي اكسون واش اكسون ايغو ولا اكسون غراف ولا اكسون سور كونفليكس اذا غنجيو الكلمه الاولى الاستيك مادام بادين بها اذا غتكون ايغو الاستيك ثم عندنا باريم باريم تابعها واحد الاو ما كيبانش تابعها واحد الاو واحد سيلاب فيها او ميت اذا هذه حرف ساكن هذا الاو ساكن اذا ضروري غنديرو اكسون غراف صدها هكا باريم وحتى من النطق كتشوفوا اننا الحلق ديالنا او هنايا ملي كنقولوا باريم كنحلوا فمنا شويه يعني ما كتبقاش زاويه حاده كنحاولوا نحلوا شويه باريم ماشي بحال الاستيك يعني الاستيك كتكون الحلق ديالنا مسدود وفي باريم حلينا شويه وسعنا اذا اي هذا اي كتكون بحال حلينا زاويه حاده وهنا كيكون شويه حلينا وتسعنا على باريم الاستيك باريم وزيد كاين عندنا هنا الاوميه يعني كتبين لنا هاد السيلاب فيها اومي اذا غتجي اكسون غراف هنا بيل بيل حتى هنا نفس الشيء عندنا السيلاب فيها اومي اذا غنديرو اكسون غراف هنا عندنا جيل جيل اذا لو فيرب جيلي جيل هنا لو نون اذا عندنا هنا فلاش اون فلاش اذا غنديرو حتى هي نفس القاعده هاد الاومي عندنا بيش اكسون سور كونفليكس بيش معروفه كافي جات في الاخر اذا غنديرو اكسون غراف هنا كافي معاود جوج مرات اذا ندير نكتفي غير بوحده اكري لي مو سويفون دون لا بون كولون عندي اكسون ايغو اكسون ايغو هي اللي كتكون صاده اليسار
عندي هنا اكسون غراف وهنا اكسون سيركونفليكس. اذا بير اكسون غراف غنكتبها هنا بير الكترونيك غنكتبها هنا الكترونيك فنتر سيركونفليكس فنتر ماتيير اكسون غراف ماتيير بوتي غتكتب هنا و بيت غتكتب سيركونفليكس. جو كومبليت افيك ان سول او اكسون اولا افيك دو زو اكسون. اذا عندي هنا لا ليبرتي. اذا حنا كنعرفوا على حسب القاعده ان الكلمه اللي كتنتهي بتي ولا تي كتاخد ان سول او صوف واحد لي زيكسيبسيون اللي عطينهم لينا في الكتاب المدرسي خصنا نحفظوهم بحال لا ديكتي ولا جوتي ولا باتي. هذوك خصنا نحفظوهم. هذوك كتجي فيهم دو زو اكسون هادي. اذا فين ما نشوف انا على فان تي خصني ندير غير ان سول او ولكن بشرط ما تكونش من هذوك لي زيكسيبسيون اللي عندنا في الكتاب. اذا بحال هنا عندي لا ليبرتي. لا ليبرتي هنا ما كتدخلش عند في هذوك الكلمات اللي حاله استثنائيه. اذا غنديروا ان سول او اكسون. عندي لا بوتي تا لا بوتي ما داخلاش مع دوك الحالات الاستثنائيه وكتنتهي بالتي. اذا حتى هي ان سول او. لا بوفروتي حتى هي نفس الشيء حتى هي ما داخلاش مع دوك الحاله الاستثنائيه. لا دوري هنا ما عنديش تي عندي كونسون من غيرهم. اذا ملي ما كايناش لا تي ولا تي غندير دو زو اكسون سوف حتى هي الا كانت بعض الحالات الاستثنائيه بحال مثلا كلي ولا لاكني هما اللي كندير ان سول او. لا ديكتي هنا كتنتهي بالتي ولكن حاله استثنائيه عندنا في الكتاب بانها خصها في القاعده خصها هذه تجي دو زو اكسون. اذا لا ديكتي حاله استثنائيه. لا ماتوريتي عندي تي يعني غادي تجي حتى هي ان سول او اكسون. لا ترونشي اذا عندي هنا لا ترونشي اذا ما فيها لا تي لا تي اذا غدير دو زو اكسون وماشي حاله استثنائيه ما هي كلي ما هي كني. عندي لارمي اذا حتى لارمي حتى هي ما فيها لا تي لا تي غدير دو زو وماشي حاله استثنائيه. لا بونسي اذا حتى لا بونسي حتى هي ما فيها لا تي ولا تي غدير دو زو وماشي حاله استثنائيه. ولا فيريتي فيها تي اذا هنا غندير لها غير ان سول او وماشي من الحاله الاستثنائيه اللي قلنا. جو كلاس لي مو بار اوردر الفابيتيك اذا عندي هنا ليكسيك. عندي في غارسون بير مير نرتبو على حساب لي زالفابي. اذا شكون اللي سابقه هنا عندي دائما نعرض لي زالفابي باش ما نغلطش. عندي ا بي سي دي او اف اذا في هي الاولى ا بي سي دي او اف جي عاد غارسون A B C D F G H I J K L M mère وفي الاخر غتجي بير. اذا حنا رتبناهم باغ اوردر الفابيتيك. عندي هنا ريستي فينير مونجي افيرمي اذا غنبدا ثاني ا اذا كاينه افيرمي A B C D E F G H I J K L M M اذا M مونجي A B C D F G H I J K L M N O P Q R rester وفي الاخير غتجي venir V هي الاخير فيهم. نفس الشيء هنا عندنا عيشة A عيشة A B C D E F G H I J K خديجة يعني خديجة A B C D F G H I J K L M N O P Q R S سمية عد وفاء دبل في غتجي في الاخير وهكا كنكونو رتبنا باغ اوردر الفابيتيك. اكري لا سينيفيكاسيون دو شاك ابريفياسيون. هادو كيتسموا دي زابريفياسيون يعني دوك الكلمات الحروف الاولى اللي كناخذوهم من كيتسموا دي سيغل كناخذوهم من مثلا شي كلمه باختصار. عندي هنا ان ام يعني كتعني نون نون ماسكولين ادج كتعني ادجيكتيف ادجيكتيف اذا هنا ادجيكتيف في كتعني فيرب نون هنا واقيلا بغا يديرو اف اذا هادي كت الا درنا اف نون فيمينان. Indique si chacun des mots soulignés est un verbe, un nom, un adjectif. Elle
ام لو شوكولا واش ان فيرب لا واش ان ادجكتيف لا اذا ان نون هنا راه ان برونو اذا ان نون كمال جو سي ان فيرب le père semble triste un adjectif un adjectif وغنمروا مباشره للصفحه الاخيره كومبليت لو ميساج الكترونيك افيك لي مو سويفون عندنا ساليتاسيون نوفيل ميساج ا بيانتو بونجور اذا باش غنبداو غنبداو بونجور هي الاولى بونجور سيت سيمين جي ريسو طون اذا اشنو تلقيت في هاد لا سيمين طون ميساج اي جو فودري فو باسي مي وبغيت نقدم ليك مي ساليتاسيون تحية ديالي مي ساليتاسيون جاتون تي نوفيل كنتسنى الاخبار ديالك او الجديد عنك السماع الجديد عنك تي نوفيل ا بيانتو ا بيانتو محمد Réécris dans l'ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte qui a un sens. D'abord, on va retrouver cette jumelle pour obtenir un texte qui a un sens. On l'appelle Cendrillon parce que tu es soumise à Cendrillon, parce que ses pauvres habits étaient toujours mêlés à elle était une fois une belle et douce jeune, qui a été dans le temps, une petite fille ou jamila, fille que sa belle-mère et ses demi-sœurs détestent. زوجة أبيها و البنات ديال خوتها زعما من زوجة أبيها يكرهونها كوفير دو سوندر مغطى بالحموم كنقولوا داك الحموم اللي كيكون في داك الكحولة في العافية داك الحموم اللي كيلصق فينا داك الكحل داكشي الكحل إذا هنا باش غادي نبداو إلي تيت أون فوا هي الأولى إلي تيت أون فوا أون بيل إي دوس جون في que sa belle-mère et ses demi-sœurs détestaient. Ses pauvres avaient été toujours là. Et on l'appelait Cendrillon. Et cette fille s'appelle Cendrillon parce que Cendrillon parce que Cendrillon parce que ses pauvres habits étaient toujours les enmêlés de sa d'aimen mouratatan bi هذاك حباب الفحم. إذن خامسا كوفير دو سوندر يعني الحموم عامره ديما حويجه بالحموم اذا هكا كنكونوا اتينا على نهايه النموذج ديالنا موعدنا يتجدد معنا نماذج اخرى بحول الله